السلام عليكم، اهلا وسهلا بيوم جديد مع اختكم اسيا. اهلا وسهلا بالاخوات ديالي وبالاصدقاء ديالي وبالميمات الغزالات ديالي. نهار جديد البنات، اول ما نبداو لا فيديو ما عليكم البنات بركونا على الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد ديال اختكم اسيا، وتعملونا واحد لي جيم والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم. ديتكم اليوم لمدينة المضيق، المدينة رائعة والثمن ديالها اللي ثمن لي جد مناسب البنات، والشاطئ ديالو معرفتي مانيفيك، شي حاجة اللي واعرة، ولا الخضورة ديالها ولا تبارك الله حتى الديور ديالها ما شاء الله، ديور غزالين البنات، والشاطئ ديالها فيه طبيعة الحال الموجة، شاطئ غزال البنات. دوزنا واحد النهار اللي واعر واعر مزيان، وخليكم معنا ما تمشيو فين. كل بنات شوفوا ما تشوفوا سالينا العمال، شوف شكون كي ولات سمرا كحال دابا جينا نتغداو، يلا خليكم معنا. هنا يا البنات غنشارك معاكم الغداء اللي تغدينا عندهم، الغداء بنين البنات تبارك الله، كيصوبوا طويجنات رائعين. درنا هنا الطويجنات ديال الحوت، الحوت الابيض ديال البنات كيف ما كتشوفوا معنا، طويجنات غزالين ومصوبينهم البنات بالزعتر وأوراق سيدنا موسى البنات، جايين غزالين. وعندهم كذلك الحوت المشوي على الفخر البنات، السردين البنات كيحمق لذيذ 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 بزاف. انا ما موالفاش كناكل السردين، ولكن جيت هنا كليت السردين مزيان. كيف ما كتشوفوا طويجنات رائعين وبنانين، والبيصاره معروفه الشمال بالبيصاره، كيديروا بيصاره ما شاء الله البنات. كيف ما كتشوفوا اليوم رانا في المضيق البنات، كما كتشوفوا ندير لكم جوله في مدينه مضيق. كما كتشوفوا معنا هشام، كي كتشوفوا البنات صراحه الجو غزال هنايا كيحمق، كتشوفوا الجو غزال البنات. المهم خليكم معنا، اي حاجه درناها غادي نشاركوها مع الاحباب ديالنا الاصدقاء ديالنا. البنات كيما كتشوفوا كاينه هذه كيتصوروا معاها الناس، هي غزاله شوفوا البنات اجواء غزاله هنايا. البنات حنا دابا غاديين كندورو هنا، صراحة الأجواء غزالة وعندهم الأثمنة مناسبة البنات، أي حاجة فيها ثمن مناسب تقريبا نص بالنص، عندنا هادشي رخيص رخيص، كلشي عندهم رخيص صراحة، كلشي أي حاجة بغيتوها كاينة، كلشي موجود. دخلنا لداك السوق التجاري ديال الحوايج الملابس، ولكن مقدرتش نصورك مع الخير كيكونوا الناس، مقدرتش نهز التليفون ونصور. ايوا حنا كنبينو لكم حاجه حاجه. صوت البلاصه عايشه، شنو كيقولوا لها؟ المضيق، مضيق هادشي غزالة ما شاء الله. راه ما كنقدرش نصور لكم كل شيء، مع التليفون كيعمر لي دغيا. فتشوفوا هنا في وسط البحر، رائع. البنات كيف كتشوفوا نزلت معاكم اللبسه ديال هي كايسه ديال الشماليه مضيق في يوسف. واحد واحد
اشتركوا في القناة.